11:09 على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. كنجدوا الترحاب والتحيه الصباحيه على كل مستمعينا الاوفياء وخاصه اللي عاد التحقوا بنا اللحظه. غادي نمشيو لاولى فقرتنا, فقره التجميل. اليوم غادي نتعرفوا على كيفاش نعتنيو بكل انواع ديال البشره وبوصفات طبيعيه بسيطه جدا في المكونات, يعني من الخضر والفواكه ومن اعشاب طبيعيه. فكنعرفوا لانه كل فتاه وكل سيده كتحلم ببشره اللي تكون صافيه وتكون نضره. هادشي علاش كتحتاج كل وحده فينا لانه تعرف النوع ديال البشره ديالها وباش تعتني بها بطريقه صحيحه. يعني تعرف ماشي تكون البشره ديالها دهنيه وتختار واحد القناع البشره الجافه, او لا تكون البشره ديالها حساسه وتعامل معها كانه بشره عاديه ولا بشره دهنيه. فاهم حاجه هو اننا نعرفوا النوع ديال البشره ديالنا باش كيسهل علينا على اننا نتعرفوا شنو هما الحوايج اللي كيصلحوا لهذاك البشره او لهذاك الشعر. فضروري اننا نعرفوا النوع ديال البشره ديالنا, واش عاديه واش دهنيه واش حساسه واش بشره مختلطه ميكس. فغادي نركزوا اليوم على اقنعه مناسبه لجميع انواع البشره ودائما مواد طبيعيه اللي كتكون حاضره في كل كوزينه ممكن اننا نستافدوا منها. القناع الاول هو مناسب لكل انواع البشره, سواء كانت البشره ديالك دهنيه مزيته او لا جافه ناشفه او لا عاديه او لا بشره حساسه فيها احمرار وحكه او لا بشره مختلطه يعني ميكست. فممكن انك تستافدي من هذا القناع البسيط جدا واللي كان يعني ممكن انكم ترافقوه بواحد الشوربه طبيعيه باش تلقاو نتيجه فعاله كاستعمالات داخليه, يعني الحاجه اللي كناكلوها. فاكيد لانه كترجع ايجابا على النضاره والحيويه والصحه ديال البشره وديال الشعر, وفي نفس الوقت نركزوا على مواد طبيعيه باقنعه. بالنسبه لهذا القناع المناسب لكل انواع البشره, فيه 3 المعلقات ديال العصير ديال الخيزو, 2 معلقات ديال العصير ديال المعدنوس, 2 معالق كبار ديال الدقيق ديال الروز, ومعلقه ديال العسل الحر. غادي نعاود المكونات, وقلنا هذا قناع مناسب لكل انواع البشره ممكن يستافدوا منه, وخاصه مع هذه الوقيته ديال رمضان ممكن ان نستافدوا منه من يعني من بعد الفطور ندير واحد هذا القناع اللي كيحتاج في المده ديالو اننا نثبتوا على القناع على البشره ديالنا يعني ثلث ساعه. ناخذوا من وقتنا واحد نص ساعه ونعملوا هذا القناع فهو فعال جدا. قلنا غادي ناخذوا 3 المعلقات كبار ديال العصير ديال الخيزو, غادي ناخذوا خيزو نقشروه ونحكوه مزيان, وهذاك يعني داك اللي خرج لينا غادي نعصروا مزيان هذاك الخيزو, غادي نحصلوا على الماء ديال الخيزو. هذاك التخت اللي بقى لنا ديال الخيزو اللي حكينا يعني ما كيترماش, ممكن نضيفوا ليه اي نوع من الزيوت اولا نضيفوا ليه الدقيق ديال الروز ونديروا غوماج على يعني على البشره ديالنا كله, يعني على الجسم ديالنا كله. يعني ممكن اننا نديروه غير في الكونجيلاتور في المجمد, حافظوا عليه ونخليوه حتى نديروه يعني في اثناء الاستحمام نديروه كغوماج لتنقيه الجسم ديالنا. بالنسبه لهذا القناع قلنا غادي ناخذوا العصاره ديال الماء ديال الخيزو 3 المعالقات كبار مع 2 معالق كبار ديال المعدنوس. نفس الطريقه ناخذوا المعدنوس نطحنوه ونعصروه, يعني غير بيدينا نعصروه غادي يخرج لنا هذاك الماء, اولا ناخذوا واحد زيف حياتي ولا بونسمون شاش ابيض ونديروا فيه هذا الكيمي ديال المعدنوس اللي حنا قردنا رقيق او اللي حنا طحنا ونبداو نضغطوا باش تخرج لنا هذيك العصاره. غادي نحصلوا على 3 المعالقات كبار ديال العصير ديال الخيزو, 2 معلقات كبار ديال العصير ديال المعدنوس, و2 معالق كبار ديال الدقيق الروز. يعني ناخذ 1 درهم ديال الدقيق ديال الروز غادي نطحنوه مزيان ونعاودوا نيلوه, يعني نحاولوا اننا نيلوه مزيان حتى يولي رطب بحال السكر كلاصي, حتى يولي اننا ندوزوه على يدينا مثلا ما يخبشناش باش ما يخبش البشره ديالنا. وغادي نضيفوا لها هذا القناع معلقه ديال العسل الحر. فهادو هما المكونات بسيطه جدا في متناول جميع السيدات. ناخذ قلنا 3 المعالق كبار ديال عصير الخيزو مع 2 معالق كبار ديال العصير ديال المعدنوس مع 2 معالق كبار ديال الروز مطحون مزيان ومنيل مغربل مزيان حتى كيولي يعني رطب بحال السكر كلاصي كيف قلنا باش ما يخبش لينا البشره, ومعلقه ديال العسل الحر. كنخلطوا هاد المكونات كلها, الماء ديال الخيزو مع الماء ديال المعدنوس مع 2 معلقات ديال الروز مطحون الدقيق ديال الروز مطحون منيل ومعلقه ديال العسل الحر, كيتخلطوا مزيان وكنحصلوا على واحد الكريمه كنثبتوها على البشره ديالنا يعني على الوجه والعنق, وكنستلقيو على الظهر ديالنا نرتاحو ونخليوه واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه, يعني ثلث ساعه حتى نص ساعه. وعاد ديك الساعه كنغسلو البشره ديالنا بالماء دافي وعاد كنعاودو نغسلوها بالماء بارد, يعني نشلو من هاد القناع لانه فيه العسل وكنعرفو انه كيتلصق, فغادي نغسلو بالماء دافي هو الاول, ما نديرو لا صابون لا والو, غادي نغسلو بالماء دافي ومباشره بالماء دافي كنعاودو نشطو الدوره الدمويه من هذاك الماء دافي للماء بارد.
بارد كنشلو به البشره ديالنا. فهاد القناع فعال جدا لكل انواع البشره، ممكن يستافدوا منه. كينظف البشره من الداخل، وفي نفس الوقت فهو كيزول هذوك البقع، دوك لي طاش اللي تيكونوا في البشره، وخاصه الا داومنا عليه، يعني اللي عنده الكلف او اللي عنده هذوك لي طاش برون، هذوك لي طاش اللي كيكونوا غامقين في البشره، فممكن او دوك ديال اشعه الشمس ممكن انه يستافد من هذا القناع فعال جدا. هذا القناع الا بغينا نحصلوا على واحد النتيجه فعاله لتنقيه وترطيب وتنظيف البشره وازاله هذوك البقع والشوائب وتفتيح لون البشره، نديروا هذا القناع نركزوا عليه جوج المرات في الاسبوع، ونصاحبوه بواحد الشوربه اللي هي سهله وخفيفه وبسيطه في المكونات. غادي ناخذوا واحد ربعه ديال اللفت الابيض مع ربعه ديال الخيزو مع ربطه ديال الخس وشويه ديال الملحه، وغادي نديرو في الاخير معلقه ولا جوج معلقه ديال ذريعه الكتان. اذا غادي ناخذوا ديك ربعه ديال اللفت البيض، غادي نقشروه ونقطعوا طريفات مع ربعه ديال الخيزو مع ربطه ديال الخس مغسوله مزيان ومقطعه طريفات، يعني كنخلطوا هاد المواد بثلاثه، خيزو الخس واللفت البيض مقطعين طريفات، كنديروهم في واحد الطنجره مع الماء الكافي تقريبا واحد نص لتر ولا لتر ولا ربع ديال الماء، وكنخليوهم يعني مع شويه ديال الملحه، وكنخليو هاد الشوربه حتى كطيب. من بعد كنطحنوا هاد الخضره مع داك الماء. ملي كنطحنوها فاحنا كنضيفوا قبيصه ديال الملح وكنسموها في اخر مرحله، يعني ملي كنبغيو نشربوا هاد الشوربه نضيفوا ليها واحد جوج معلقات ديال ذريعه الكتان اولا معلقه ديال الورد البلدي، كيبقى الاختيار ديالكم. ذريعه الكتان كنطحنوها في الوقيته ديالها، يعني مجرد ما نخويو هذيك الشوربه اللي غنشربوا في زلافه عاد كنضيفوا واحد الكميه ديال ذريعه الكتان اللي هي مطحونه وكنضيفوها، فهي فعاله جدا مزيانه بالنسبه لهاد يعني لهاد بالنسبه للصيام، لانه كتحد من هذوك الاضطرابات المعويه، وفي نفس الوقت فهي عندها فعاليه انه كتنظف وكتنقي البشره من الداخل. فهذه وصفه يعني شوربه مصاحبه لهذاك القناع الاول اللي قدمنا. واخر قناع غادي نختموا به حتى هو فعال جدا بسيط في المكونات، مازال معنا قناع اخر ولكن هذا القناع هو من الدلاح، هذا هو الموسم ديالو نستافدوا منه، فهو كينقي البشره كذلك. غادي ناخذوا جوج معلقات من الدقيق ديال الذره، جوج معلقات من الدقيق ديال الذره مع معلقه كبيره ديال الخرطه اللي هو الشوفان، وصد المعالق كبار ديال العصير ديال الدلاح، معلقه كبيره ديال ياغور طبيعي. هادو هما المكونات. هذا قناع ممكن نعملوه على البشره مره حتى جوج المرات في الاسبوع، فهو كينقي البشره. غادي نعاود ناخذ جوج معالق كبار ديال الدقيق ديال الذره، راه متوفر، يعني الذره كتكون مطحونه يعني على شكل دقيق كتباع، جوج معالق كبار ديال الدقيق ديال الذره، ونضيفوا ليها معلقه ديال الخرطه اللي هو الشوفان اللي هو لافوان، وصد المعالق كبار ديال العصير ديال الدلاح، يعني ناخذ طريف ديال الدلاح، وخاصه الا كانت باسله لقيناها ما حلوهاش يعني ما نرميوهاش، نديروها على البشره ديالنا، نديروها كمحلول للشعر لانه كتغذي غنيه بالفيتامينات يعني والاملاح اللي كتساعد على تغذيه الشعر من الداخل، وناخذوه ونعصروه مزيان نطحنوه. وهذيك العصاره ديال الدلاح نضيفوا لها معلقه الشوفان الخرطال، جوج معالق ديال الدقيق ديال الذره، ونضيفوا واحد معلقه ديال ياغورت طبيعي، ياغورت مسوس. نخلطوا المكونات كلها، يعني نخلطوا ديك معلقه ديال ياغورت طبيعي، نضيفوا ليها صد المعالق كبار ديال عصير الدلاح، نضيفوا معلقه ديال الشوفان اللي هو الخرطال، نضيفوا جوج معالق كبار ديال الدقيق ديال الذره، نخلطوا مزيان هذا القناع ونديروه على البشره والوجه والعنق، يعني الوجه والعنق، ونخليوه لمده ديال 20 دقيقه. هاد القناع مناسب لكل انواع البشره، ولكن اللي يستفد منه اكثر واللي غتبان النتيجه فيه هو البشره الدهنيه، لانه كيمتص هذوك الافرازات الدهنيه، لانه فيه الدقيق ديال الذره وفيه الشوفان، وفي نفس الوقت فهو كيحافظ على هذوك الافرازات الطبيعيه، ديك الدهون الطبيعيه، لانه فيه الدلاح وفيه الياغور الطبيعي. فهذا قناع متوازن تستفد منه اكثر لصاحبات البشره الدهنيه وصاحبات البشره المختلطه اللي عنده لابو ميكست، وكذلك ممكن اننا نستعملوه كقناع مناسب لكل انواع البشره، ما عنده حتى شي تخوف، فهو فعال جدا. والقناع الاخير هو المشماش، دائما المشماش هذا هو الموسم ديالو نستافدوا منه. هذا قناع مناسب لكل انواع البشره، وخاصه تستافد منه البشره اللي عنده جافه اللي ناشفه. غادي نضيفوا ناخذوا في القناع في جوج مشماشات، ناخذوا جوج مشماشات نغسلوهم مزيان نطحنوهم، نضيفوا لهم معلقه ديال العسل الحر، معلقه ديال الخرطه اللي هو الشوفان لافوان، وجوج معالق كبار ديال العصير ديال الخيار. هادو هما المكونات، قلنا هاد القناع فعال كل انواع البشره وتستافد منه اكثر صاحبات البشره اللي هي جافه اللي هي ناشفه. فيهم جوج مشماشات، غادي ناخذ جوج مشماشات نغسلوهم مزيان نطحنوهم، وغادي نخلطوهم مع معلقه ديال العسل الحر
مع معلقة ديال الخرطة اللي هو الشوفان، مع جوج معالق كبار ديال عصير ديال الخيار. عصير ديال الخيار إما نقشروه عاد نحكوه وهنعصروا داك الماء ديالو، اولا ممكن اننا نحكوه بالقشور ديالو عاد نعصروا الماء ديالو، فبجوجهم غير نغسلوا من القشور مزيان لانه توا غني بالفيتامينات وفعال جدا. المشماش والعصير ديال الخيار اللي كاين في هذه الوصفه وكذلك الشوفان فهو كيساعد على تفتيح البشره، يعني اللي عنده البشره اللي كتبان انه باهته او اللي فيها ليطاش بزاف او لا غامقه فممكن يستفد كذلك من هذا القناع البسيط جدا في المكونات ولكن عنده الفعاليه، وخاصه اذا كانت عندنا تغذيه صحيه سليمه كنشربوا الماء بكثر على طول النهار وكان نوزنوا بهذه الخلطات الطبيعيه بهذه الاقنعه الطبيعيه فهي فعاله جدا. فهذو وصفات تجميليه فعاله جدا كتساعدنا في تنظيف البشره في الترطيب ديالها وفي التقشير ديال كل انواع البشره. هذو وصفات يعني تجميليه من عند خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ اللي كنشكروها بزاف على كل ما كتقدم لنا، واكيد على انه المزيد من الوصفات والمزيد من النصائح التجميليه فغادي نقدموها لكم في الساعه الثانيه من برنامج اللامولاتي دائما رفقه حوريه، فخليكم اوفياء لنا ما تمشي.